بالفعل تروجت هذه الايام اخبار حول ان مجلس المدينه انه فسخ العقده مع كازا ايفنتس وانه تعاقد مع شركه اخرى. اذا لحدود هذه اللحظه اللي تنتكلم معك فيها ليس هناك يعني اجراءات صحيحه بخصوص هذه المساله، لان الجهه المخول لها اخذت القرار هو المجلس. اذا للسيده العمده والمجلس لحد الان لم يتخذ هذا القرار، يروج ان هناك اراده ديال الدوله من اجل ان الملاعب الكبرى تكون عندها طريقه ديال التدبير خاصه من خلال بعض الشركات الوطنيه، ولكن اليومين هذا حنا باقي ما نزلش، ما نقدروش نقولوا شي حاجه دابا، لان باقي ما تنزلش هذا الشيء عندنا حنا للمجلس، ولا بد ان يجي هذا القرار اللجنه المخول لها يعني النقاش حول هذا المستجد اللي هي لجنه الشؤون الرياضيه والاجتماعيه والثقافيه. لحد الان ما توصلناش على مستوى اللجنه، لا على مستوى لجنه التتبع، لا على مستوى المجلس، لان هذا خصو يكون في دوره من اجل لان القانون تيقول باش تفسخ عقده مع شركه اتفاقيه من اتفاقيات ديال المجلس، لابد ان يكون الفسخ على مستوى المجلس، والمجلس تيدير تجديد مع نفس الشركه او تيدير شركه اخرى بي 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 بمعايير اخرى وبنود اخرى. ولكن لهذا الوقت ما كاين حتى شي حاجه، تروج ان بعض شركه وطنيه هذا، ولكن لحد الان ما كاينش هذا الخبر. يعني بالنسبه لكازا ايفنتس هي ليست شركه يعني اجنبيه على المجلس، هي شركه، هي نمط من انماط ديال التدبير اللي جابوا القانون التنظيمي الجديد 113 14، لانه هي شركه ديال المجلس، هي شركه المجلس ماشي شركه خاصه يعني ما عندهاش علاقه بالمجلس، هي شركه ديال الدوله. اذا ما اتضح ان هناك شي تقصير او اهمال من هذا تيكون نقاش مع المدبر، ولكن الشركه هي شركه. وبالنسبه للمسؤوليات، هي مسؤوليات ديال بعض ما وقع في المركب محمد الخامس، هي مسؤوليات مشتركه بين مجموعه من المتدخلين وليس شركه كازا ايفنتس بوحدها. لذلك اليوم يعني نحن مسبوق على اننا نهضروا في هذا الموضوع، نتسناو اللي غيجينا للمجلس وفي رداهات وفي القاعات المخصصه لهذا النقاش والتداول حول هذه النقطه، وديك الساعه يمكن لنا. اليوم الا جابوا لنا شركه اخرى، شوفوا النقاش غيكون في المجلس، وعلى ضوء هذا النقاش يمكن لنا نقول. ولكن لحدود هذه اللحظه اللي هو اليوم الاربعاء الخميس عفوا الخميس 22 يونيو الموافق ل 3 ذو الحجه 1444، فما كاينش شي نقاش بخصوص هذه النقطه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.